أنا سعيد إنه يكون معنا في هذه الفقرة دكتورة فاطمة خالد الاستشاري النفسي. أهلا بك يا دكتورة، أهلا وسهلا عليكم. السلام، أهلا بك. نورتينا. الله يخليك، تسلمي يا رب. بداية يا دكتورة، المخدرات آفة بقت غزت المجتمع بصورة كبيرة، يمكن هي موجودة منذ فترات سابقة يعني وقاعدة في المجتمع، لكن في زيادة كبيرة وانتشار كبير جدا للمخدرات، وفي أنواع جديدة ذات الدخيلة علينا، بقينا نسمع بأسماء ومصطلحات جديدة ما كنا متعودين عليها قبل كده. نعم. حدثينا عن الأنواع الجديدة اللي دخلت غزت المجتمع والانتشار الكبير للمخدرات في الفترة دي. أول حاجة الرحمة والمغفرة لأستاذنا الكبير أكيد. محمد سليمان، صراحة فقد كبير جدا يعني. صحيح. الحاجة الثانية، أنا سعيدة بالجزء البسيط من الدراما اللي أنتوا جبتوها، لأنها صراحة يعني هي يعني لخصت كل المفترض الناس يتكلموا فيه يعني. ده الواقع الحاصل هسه حاليا، ده الواقع المعاش للأسف يعني. زي ما قلت، يمكن زمان كانت موجودة وبكميات بسيطة، وحتى الناس كانوا بيستحوا من استخدامها وبيستخدموها بطرق معينة وبخفاء يعني، ما حاجة ظاهرة يعني. في حاجات كثيرة أكيد طبعا ساعدت إنه هي تكون بكميات كبيرة. أكيد طبعا ما هنقول عن السياسات، هنتكلم عن إنه البلد مفتوحة يعني، الرقابة، القوانين صحيح. الرادعة، في حاجات كثيرة يعني هي ساعدت. بالإضافة لحاجة برضو مهمة جدا، أول حاجة التعليم الحمد لله بقى كثير شديد يعني. من الفترة اللي فاتت إلى الآن كمية الجامعات كبيرة جدا، الخريجين كتار جدا 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 جدا، العمل ما في، زيرو يعني، في فراغ، في فراغ كبير جدا جدا. بالإضافة للضغوط الاقتصادية الحاصلة في البلد يعني، ما ممكن الناس يكونوا متعلمين ومثقفين وشايلين شهاداتهم وما في عمل في البيت، محتاجين ليهم، ما في اوت كم يعني، ما في حاجه انت تجيبيها عشان تدخليها لاهلك. اهلي بيعتبروك انه انت عاله وانت قاعده في الشارع يعني، بتحصل مشاكل ضغوطات في البيت يعني. طبعا الضغوطات النفسيه ليها اثر كبير جدا جدا يعني، انت تمشي البيت عينك للاسره محتاجه ليك، عينك لاهلك محتاجين، بيعيروك انه انت زول فاشل، خسر التعليم فيك يعني. صراحه الضغوط على الشباب كثيره جدا جدا. طيب جميل، هي دي اسباب ممكن تكون، وده ما بخلينا نديهم العذر، لكن احنا دايرين نتكلم ما قبل الجامعه مثلا، والكلام اللي بدينا به في الاول انه ما بين الاسره والبيت طبعا في قيم، في دستور داخلي. نعم. عنده علاقه بالتربيه، عنده علاقه بالقوانين، الجانب الديني، الجانب المجتمعي، لكن المسألة اللي عندها علاقة بسن القوانين التربوية في البيت، اللي هي عبارة عن الشكل من أشكال التربية والنظرية. نعم. لما الابن يطلع للشارع بيلقى إنه في شكل مختلف تماما، طيب المصدى المفروض يتزود به؟ أول حاجة بالنسبة للتربية، إحنا كأسرة سودانية معروفين بكل القيم، طيب بكل الحاجات الجميلة فينا يعني، بالاحترام الكبير والصغير وبالتوقير وبكل حاجة حلوة. أكيد. طيب الفترة دي فترة أنا بفتكرها هي دي يعني النقطة السوداء في مرحلة من رحلة السودان صراحة يعني، مهما وصل السودان لسوء ما من ناحية حاجة تتأثر في أخلاقه. الأخلاقيات هي يعني هي المكون الأساسي لكل شيء، والسودانيين يعرفوا بأخلاقهم. التربية الأسرية يعني صراحة ما فيها شك إنه هي من أحسن البيئات اللي في السودان هي بتربي، لكن الفترة الأخيرة ظهرت مفارقات يعني. انا ما بقول لك يعني في الاهمال، في الاهمال انا ما بقول لك انه السوشيال ميديا لها اثر كبير، لكن السوشيال ميديا لها اثر كبير جدا جدا في انشغال، اذا كان الوالدين، اذا كان في اسلوب التربيه يختلف اسلوب التربيه، بقى في جفاف حتى يعني مثلا جفو، حتى بقى التواصل الاسري، بقى في حاجات كثيره ما فيش، عشان نحن ذاتهم نكون مثلا منشغلين مع الاجتماعيات، يوم الجمعة الناس يمشوا ويتزاوروا، الحاجات دي كلها اندثرت يعني. دي كانت زمان عندنا حاجة مهمة جدا جدا، انه الناس يمشوا اسبق، الشباب حذفوا، الاهل ذاتهم بيقوم يعني ما زي زمانك، التواصل والتراحم والحيطة زي دي قلت، الاهتمام شديد يعني بالاطفال بقى ما في يعني. حتى في المدارس لما ترسلي خطاب للام او للاب بالحضور لان في مشكلة سلوكية مثلا في الاطفال، بيقول لك احنا ما فاضيين، خلاها نهاية الاسبوع. صح. وبنقول يقولوا ما حنمشي، عايزين مننا قروش يعني مثلا، فهمتي؟ ففي حاجات كثيره بقى في غض النظر عن حاجات كثيره في التربيه، بالاضافه لانه الجوالات كل زول بده جوال، كل زول يعني بقى في حتى صمت اسري، بقى في صح صح. يعني بقت في حاجات كثيره تباعد، تباعد شديد يعني. يمكن في حاجه مهمه جدا تابعناها في الفتره القريبه اللي فاتت دي في السوشيال ميديا، انه واحده من الفيديوهات
انه تحدثوا عن انه في مدمن ايس عمره 10 سنوات. نعم. يعني افتكر ان دي ظاهره خطره جدا ومهدد كبير جدا، لانه مدمن ايس عمره 10 سنوات لاي مدى ممكن تكون حقيقيه، لكن خلينا نفترض انه العمر ده وما فوق في خطوره. طيب دي برضو بترجع، يعني انا صح الرغبه الوالديه مهمه جدا، السؤال في المدرسه عن سلوكيات الطالب، مفترض طبعا كل فتره انه الواحد يمشي حتى لو ما جاب له خطاب انه ولدك فيه مشكله. انا براي امشي واقيم متابع اذا متابعه يعني حتى في الجامعات، يعني انا شايفه في الزمن ده ما في حاجه تمنع انه انا امشي، ما ضروري الا ولدي يعرف انه انا جاي اللي لازم منه زي المدرسه. لكن بالنسبه للظواهر الهسه حاصه دي، انا امشي مثلا شؤون الطلبه بيني وبين الناس شؤون الطلبه، هاي يا جماعه الحاصل شنو، الولد ده كيف كده، صراحه محتاج الزمن محتاج لكده يعني. لكن حاسه انه الجيل الحالي يا دكتوره ما بتقبل الرغبه، ما انا قلت ليكي هو ما بيتقبل الرغبه. انت ما يلا تقول لي وانا حاجي وانا حاسال منك، لكن انا كدوري انا مثلا كولي امره انا مفترض امشي او ارسل زول او باي طريقه عشان انا اكون مطمئنه. يعني اصل الاباء والامهات بيبقوا منشغلين كتير بالحياه العمليه، عايزين يوفروا ضغوط الحياه، يعني صراحه هي الضغط الناس انه عايزين يمشوا يتحصلوا على الحاجه اللي ياكلوا ويشربوا، طيب عشان بكره لما يجي يقول لي ده يقولوا عشان المدرسه ولا واتيفر انا اكون موفره له. في الجانب ده اهمله انه انا امشي المدرسه ازعل منه، صحيح انا في البيت لما مشيت خليته هو في البيت معه منه، اجيبه وراي منه، الحاصل شنو، او كون بس انا افكر انه انا امشي ساكت انا ازعل منه. ما في حاجه زي دي يعني للاسف، يعني طبعا هم متكلم يعني بالتعميم. يعني هل انت بتفتكري انه انهارت شكل العلاقه ما بين شديد الاسره شديد والمدرسه؟ صراحه يعني انا عندي زميلاتي شغالين في المدارس بيشكوا بيقولوا نحن بنرسل خطابات ما بيجونا اولياء الامور ما بيجونا. طيب الابو اصلا بصراحه ما قاعد يجي كويس لانه بكون مشغول بالحاله العمليه ذات للاسف. الاونه الاخيره بيقول تقول والله هسه حاليا ما فاضيه، او حيكون عليكم لا دايرين شنو، ما دايرين لكم دايرين قروش ولا انا ليه انا اصلا انتظر لغايه ما يرسلوا لي خطاب. طيب المطالبات بالمرشد النفسي والاجتماعي في المدارس طبعا دي حاجه مهمه جدا. احنا زمان في بدايه تخريجنا يعني اشتغلنا في الصحه المدرسيه، فلما بيوزعونا يعني الناس الصحه المدرسيه ناس اداره الصحه كتر خيرهم يعني لما نمشي مر، لما نقول لهم انا والله يعني انا كنت بحس انه احنا بنمشي تيم في اللي بيكشفوا للوز والامراض الفيزيشن يعني العامه الجسميه يعني، وانا بمشي عز السايكولوجيست يعني، فبقوم بدي الكلاس كله بدي محاضره عن السلوكيات، بجيب متنوع من المواضيع عشان لما يجيني هو في المكتب ما يكون الطلب يقول مثلا تبول لا ارادي ولا سرقه ولا كده يعني، انا بكون اوريدي انا عندي خلفيه من الاستاذ انا جايه ليه، انه المدرسه دي فيها سلوكيات معينه، فما بقوم باشر كده لفلان المعين، لكن بنتكلم في الكلاس عامه عن الحاجه الحاصله يعني. فالكمية بتاعت الطلبة اللي عندهم مشاكل سلوكية أكتر من الناس اللي بيمشوا يكونوا دايرين يكشفوا عشان أنا عندي لوز ولا أنا عندي زايدة ولا أنا عندي شنو، صراحة متأثرين شديد. لكن لما أسأل الأستاذ طيب يا أستاذ أنتم ما عندكم أخصائي نفسي أو اجتماعي هنا في المدرسة، بقول لي دي رفاهيات أن إحنا الأساتذة، لغير إنه ما في ثقافة، حتى الأساتذة بتاعين المواد العلمية الرياضيات والجغرافيا عندنا نقص فيها الاساسي. احنا عندنا نقص في المواد الاساسيه. لما نجينا استاذ يقول لي بقول انا اخصائي نفسي احنا بنشغل بنديه ماده من ماده الرياضيات ولا العربي الحاجه اللي هو بيفهم فيه عشان يدرسها لينا كويس، لان بقول لي دي رفاهيه. فبتخيل انه دي رفاهيات مع انه السلوكيات هي الاساسيات. صحيح هي الاساس، التربيه قبل التعليم. بالضبط كده. طب انا عايز اسالك من ناحيه ثانيه، زي ما في انت تكلمتي عن الفراغ الكبير اللي بيعانوا منه الشباب، زي ما في شباب عندهم فراغ مثلا بيتجهوا لتعاطي اي من انواع المخدرات، كمان في شباب زي ما شفنا في الماده العرض الكنترول بيحاربوا الظواهر دي حتى لو باعمال دراميه، وهم ما ناس بروفيشنال ده ما تخصصهم اصلا. نعم. لكن بيقدموا مواد بتساعد في درء المشكله او في بيحاولوا انه يلقوا حلول من خلال محاولات سواء كانت دراميه اعمال غنائيه حتى حملات بتاعه التوعيه وما الى ذلك. قدر شو الحاجه دي ممكن تكون مفيده وقدر شو ممكن تصل لشريحه اكبر، خصوصا لما شاب خاطب شاب يتخيل انه مستوى الفهم بيكون اقرب وبيستوعب بصوره اسرع. بالضبط كده، انت جيتي في الحته الصح. يعني الليله دايما يقولوا السن بالضحك نديده، يعني الليله لما كل الشباب يكونوا دايرين يساندوا بعض بيقدروا يوصلوا الرساله المطلوبه. نعم كويس. بعدين يا جماعه احنا اخصائيين نفسيين، احنا الحمد لله بقت في كميه من الاخصائيين النفسيين، واحنا قاعدين وجاهزين ومستعدين نقدم كل الخدمات المطلوبه مننا واكثر. واحنا حاليا عندنا مثلا في المنظمه ولا عندنا في المركز حقنا بنمشي بنعمل حملات او قوافل توعويه
يعني من الهدف الرئيسي لنا نحن في 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 الشغل حقنا انه نحن نمشي نعمل قوافل توعويه للمناطق المحتاجه المتاثره. هسه حاليا عندنا كميه من الطلبات، كميه من القوافل حتتحرك الايام الجايه على اساس انه تعمل رفع للوعي بمساندة الشباب. يعني في كثير من المبادرات الشبابية هسه حاليا انضموا لنا على اساس انه الناس يتكاتفوا مع بعض يكونوا ايد واحدة، لانه صراحة في وعي، في وعي حتى بدا يوعي الامهات والاباء. دي حاجة انا يعني زمان كانت مفقودة، يعني احنا زمان حتى لما يكون في ولد مدمن الناس بيحاولوا يكتموا على الموضوع ويسفروه برا البلد عشان يعالجوا، ده لو ما ربطوه ودونس الشيخ والفقراء وكده. يعني حاليا في الوضع الحالي وانا بناشد كل الامهات والاباء او اخوانهم والاهل والاسره، ان اول حاجه الادمان هو مرض سلوكي كويس، يعني زيه وزي اي نوع من الامراض. الطريقه اللي احنا مثلا حصلنا بيها الادمان ننسى موضوع، ما خلاص زي ما نقول الفاس وقع في الراس. صح. احنا هنقول في حرب، هي حرب تحت الترابيزه زي ما بيقولوا، هي اللي حاولت تصطاد الشباب بطرق ووسائل دنيئة جدا جدا يعني. كويس. وان شاء الله طبعا انا يعني انا ما يعني واحد ما بيتمنى انه يقول الحاجه دي هم يشوفوها في اولادهم، لكن بنتمنى انه ربنا يحفظ كل الاولاد وكل البنات، وانه مفترض الانسان اللي بيساعد في دخول الماده السامه للبلد يلقى حقيقه العقاب. وانا عايزاه يوعى ذاته لنفسه ويراجع حساباته، انا بعمل في شنو. بعدين القوانين لازم تكون رادعه، لانه يا جماعه الليله انت زي ما قبل كده انا قلت لهم لو زول كبلوسيم سمم له زول وقتل وزول مات حيحاسب عليه. أكيد. فما بالك انه ده بزول يعني ديل او كميه من العصابه بيعملوا المواد السامه دي، بدل يموت الواحد في اليوم بيموت كميه من الشباب، كميه بقت كمان من البنات. صح. طيب يا دكتوره. نعم. يعني خلينا نتكلم عن المفارقات اللي انت ذكرتيها، في انه في زياده بتاعت نسبه وعي. نعم. وبالمقابل في زياده كبيره جدا. نعم. في انتشار المخدرات في الشباب. نعم. يعني ما بيناتهم زياده نسبه الوعي دي حاليا. يعني قبل فتره، الفتره اللي فاتت كان في تكتم، ما في وعي حتى، غير انه في الشباب حتى في الامهات وفي الاباء ما كان في وعي كويس. ما كان في احساس بالخطوره الحاصله. طيب. لغايه ما نقص الخطر دق كل باب، كل بيت، كل اسره، كل شارع، كل حي، كل اقليم من اقاليم السودان حاليا بيعاني كويس. فصراحة الناس بدوا ينتبهوا، وبقت الواحد بدل يخجل كان على الحاجة اللي هو عنده بيقول الناس يتكلموا بيها عادي، لأنه بقت المصيبة ما مصيبة براي، المصيبة بقت مصيبة بتاعت مجتمع. والحمد لله إنه حاليا أو قبل فترة ما كان في السودان مراكز بتاعت علاج إدمان. يعني كان الناس بيضطروا يبيعوا حاجاتهم عشان يقدروا يسافروا برا مثلا للعلاج اللي تحت تحت، لكن حاليا اتفتحت كميه من المراكز لعلاج الادمان. حاليا بقى في اقبال من الاباء ومن الامهات بيجيبوا ابنائهم بايدهم عشان يتعالجوا. انا قصدت من سؤالي ده انه. نعم. اعرف هل يعني نسبه الوعي دي حد ساهم في الحد من انتشار الظاهره، لانه احنا برضو في جانب ما حنقدر نغفله. نعم. اللي هو اللي عنده علاقه بالقانون اللي بيقول انه من امن العقاب اساء الادب. نعم. فانه طالما انه انت مقتنع في انه ما في قانون رادع معناه انت حتستمر في الحاجات دي. ودي دعوتنا طبعا انه في مسؤولين يعني موضوع القانون يعني. والقانون الرادع حقيقه بقطع الرقاب يستاهلوا قطع الرقاب، لانه الحاجه اللي بتحصل ده مو الجماعي. صح. كويس. بالاضافه للوعي اللي انت بتقوليه انه مفترض يعني مفترض انه هسه كل الناس خلاص يعني او صراحه حصل الوعي يعني. كل الشباب حاليا قلت لك المبادرات بقت ساعيه من الشباب والشابات انهم يشوفوا اي مشاكل حاصله سلوكيه يجيبوا لنا الشباب عشان نعالجهم، يسوقونا نحن للمناطق اللي فيها مشاكل، بتضافروا زي ما هسه انتم عملتوا الشباب اللي عملوا الدراما هسه. شايفه انا فيه تكثيف اعلامي، اقاني، دراما، ونحن برضه بنعالج بالسايكو دراما. وشايفه في كثير من الممثلين حتى في الاحياء وفي المناطق بدات تشتغل الحمله، صراحه في وعي كثير جدا جدا، ودي الحاجه المرجوه ونتمنى يعني انه تستمر. طيب يعني يا دكتوره، زي ما في وعي لسه في ناس ما وصلوا للدرجه دي من الوعي، او لسه في ناس بخافوا من فكره انه ولدهم مدمن، فانا داير اعرف انه مثلا الزول بخش مصحه، خطوات العلاج، الاثار الجانبيه اللي بتعرض لها، وكذلك المضاعفات. يعني الناس اللي بتخوف من فكره انه المدمن ده يخش المصحه، بيفترضوا انه مثلا لو حبسوه بيتعالج زي ما قلت قبل، لو ادوا له شيخ بيتعالج وما الى ذلك. طبعا في اعراض انسحابيه خطيره جدا. نعم. جدا، جراء انه انا احبس ولدي اعالجه في البيت ما اوديه للمصحه للاسف.
في اعراض انسحابيه ممكن الولد اذا حبسوه يموت في البيت بدون. فطبعا ده خطا جدا جدا زي ما قالوا نحن جينا لمساعده كيف انه نحن نقلل من الموت المفاجئ اللي بيحصل اللي هو نتيجه انه انا احبس ولدي في البيت. احنا في المراكز بتاعت علاج الادمان والحمد لله بقت كثيره مراكز علاج الادمان. في حاجه اول حاجه اللي هي سحب السموم من الجسم بطريقه معينه بادويه معينه تحت المراقبه. في ممرضين موجودين، في رقابه كامله، في الطوارئ يعني موجوده. اي زول محتاج لاي حاجه في نفس اللحظه بيلقى عمليه الانغاز. لكن يعني انا رسالتي للشباب انه بالذات الماده بتاعت الايس اللي هي دخلت اخيره دي يعني انه حتى الواحد بعد العلاج بيكون عندها اثر يعني. صح. فانا بتمنى انه اصلا ما يخشوا في حته زي دي، يا ريت يكونوا واعين. يعني كفايه انه الواحد ما شاء الله يعني في عمر ربنا اداه صحه وعافيه ونظر وفهم وتعليم وكله يعني، فحرام انه في عشان نفس عشان شباب ضايعين انا اضيع مستقبلي من اجلهم. فبعدين صعب يعني غير انها بتاثر علي انا جسديا، بتاثر علي مجتمعيا. يعني للاسف انه من اوائل الناس اللي بيتضرروا بالحاجه دي ناس بيتك. صح، اول الناس يعني ناس البيت دي اول الناس اللي هم بيتضرروا منك، اذا كان سرقه، اذا كان ضرب، وعاده بيك تحصل الاغتصابات. واحد ممكن يضرب امه يضرب ابوه في حاله حقت لا وعي. فدي حاجات كلها مؤسفه. انا بتمنى الشباب يكون واعي جدا جدا، بتمنى الشباب يراجع حسابه كثير. في لحظه كده الولد ما واعي ده فجاه كده بيجيه لحظه ممكن زي نافذه بتقولي الناس يدخلوا في اللحظه دي يحاولوا ياثروا عليه على اساس انه يخش في يعترف انه في مشكله. جميل. فدي عندنا دي مراحل التغيير يعني. طبعا انه اول حاجه الواحد يعترف انه في مشكله يعني. طيب في جزئيه عندها علاقه بشكل التعامل بتاع الاسره في حال انه في البيت لا قدر الله بقى فيه متعاطي مدمن محاولة بتاع التعاطي، إنه نفسيا كيف نقدر نتعامل معه بخطوات سليمة بحيث إنه ما نكون معه عدائيين ونقدر نوصل لنتيجة إنه ده مرض سلوكي ممكن يتعالج، ما فيه وصمة، ممكن نساهم مع بعض في معالجته. بالنسبة للأمهات وللآباء بالنسبة للأمهات وللآباء وبالنسبة لأخواته وأخوانه، ونحن الحمد لله معروفين بالسبورت يعني قاعدين نكون دائما متعاونين مع بعض. إحنا كأسرة في ترابط شديد بيناتنا. يعني أنا كأم اللي لو ولا كأب أكيد يعني أنا أهم زول عندي في الدنيا ولدي أو بنتي يعني. أول حاجة ما في زول يهتم لكلام الناس البرة نهائي. خلاص وانصي إنه أنا عندي بنتي أو ولدي حصل الحاجة دي، أول حاجة أحترف إنه إحنا عندنا مشكلة في البيت وده مرض زي وزي الكانسر وزي وزي الضغط والسكري. صح عنده أثر وكل الأمراض عندها تأثيرات. صحيح. كويس، إحنا لازم نتقبل ونحترف أول حاجة إنه إحنا عندنا ما عيب. دي حرب جبانه جدا جدا، والحرب الجبانه دايره الناس يكونوا واقفين وصامدين عشان يقدروا يقوا نفسهم ذاتهم من الصدمات. وبالمناسبه من اسوء الحاجات اللي هي بتدخل في الناس يعني حتى انه انا عشان اتعاطى التروما الصدمه النفسيه. يعني حتى الام والاب اللي عندهم ولد حاصل النقصه دي هم ذاتهم بيحتاجون من السبورت. صحيح. هم ذاتهم محتاجين من العنايه. وانا متاكده انه احنا كمركزنا وكل المراكز وكل منظمات المجتمع المدني شغاله وبتتكاتف على اساس انه تعمل مساعدة للآباء وللأمهات، وعي في المدارس في الأحياء في كل منطقة إنه نحن كلنا نكون إيد واحدة مع بعض عشان نقدر نحمل أولادنا وبناتنا. أكيد. طب يا دكتورة المهدئات هل برضو تعاطي المهدئات بيوصل للإدمان، وهل في فرق بين إدمان المهدئات وإدمان المخدرات؟ هو كله في النهاية كله محصل كله أسا الجرعة الدوز الكام مهدئات اللي أنت بتقوليها الناس بيقى ما بتعمل للشباب حاجة، بيقول الناس يفتشوا في الاعلى في الاعلى في الاعلى هل من مزيد لانه خلاص هم وصلوا مراحل حقت ايس يعني. فالحاجات الثانيه ديك بقت حاجات ثانويه يعني بالنسبه لي دي يعني. لكن نسال الله العفو والعافيه، نسال الله السلامه، نسال الله انه تزيد البصيره بتاعت الوعي للامهات وللاباء للمعلمين لكل الناس المسؤولين كبار وصغار في كل الاحياء في كل المناطق، الناس يرجعوا زي زمان انا اكون عين ساهره على اولادي على اولاد جيران على الحي على كل منطقه، ما اخاف وما اقول ده والله ولد فلان انا ما لي دخل بيه. يعني دي جزئيه مهمه جدا عندها علاقه بالنسيج الاجتماعي انه بالضبط نرجع للجار ممكن يربي الحاجه. أيوة. دي تجينا عشان نرجع زي ما كنا اول. نرجع للاسره الممتده بدل كانت الاسره مقلقه. اي لحد كبير جدا. لحد كبير. طيب. لكن طبعا في سلوكيات حتى بقت
ما في داعي انه الواحد يخش في الحاجات الثانيه، لكن صراحه الرغبه مهمه شديد. طيب دكتوره، الى اي مدى احنا محتاجين نوجه خطاب ايجابي في انه ايوه نعم احنا في مرحله صعبه، محتاجين نتضافر في كل الاتجاهات، بيت على شارع على مؤسسات على كل الاشياء، انه احنا نصدر خطاب ايجابي لكل المجتمع. نعم، كيف نقدر نعمل حاجه؟ والله الحمد لله نقول اليوم يعني انه السياسه حقتنا اخيرا انتبهت انه في مشكله. طيب كويس، وانه المشكله دي لازم تتحلى. وحاليا لو لاحظوا للعربات في ناس شرطه في الشوارع يوقفوا العربات يفتشوا وكده، دي بدايه حلوه. صحيح. كويس، ده تضافر من الحكومه. نقول كويس ان عايزه تحيد من الحاجه دي، بالاضافه لنا ان احنا يلا كدورنا كلنا نتكاتف زي ما قلت لك قبل شويه، انه الام والابو يكون عندهم الرقابه الوالديه، يلاحظوا لسلوكيات اولادهم في الجامعات، كل الناس تتكاتفوا. فانا شايفه يعني انه احنا كلنا يعني ما نخجل من بعض، وما نخجل انا عندي حاجه، انت عندك حاجه، الناس عندهم حاجه، الناس يتكلموا عادي، عشان انا لما اديس حديث لمتين وبعدين دي ما حاجه تدسه. كويس، دي لازم الناس يتكلموا عنها ويدافعوا عن اولادهم وعن الحاجات اللي حاصله لهم عشان نقدر نطلع لبر الامان. اكيد. وكذلك في لو لاحظت يا ساره في ارقام كده، ارقام بتاع التلفونات انه بكل سريه ممكن تبلغ من غير ما انه حتى يفصحوا عن شخصيه المبلغ، فدي برضو حاجه ممكن تساهم كثير جدا في علاج الظاهره. اكيد اكيد. طيب سريعا كده رساله اخيره لكل الناس اللي بيحضرون. اول حاجه لو لقيتوا اي بيت او اي ولد في حاله حق تعاطي، بالله احترموهم، احموهم، يعني اقيفوا معاهم، ما تنبذوهم. في النهايه هم اولادنا، في النهايه هم بناتنا، في النهايه هم المجتمع المستقبل اللي قدام. ثاني حاجه، هم في حرب جبانه جدا جدا، بدل يجوهم بمسدس وضربوهم، يا ريت لو جو بمسدس وضربوهم كان عادل. يعني احنا بنقول ديل جماعه ناس شجاعين جدا جدا انهم جونا وضربونا. صحيح. كويس، لكن كونهم اجوا للناس بيتحد، فانا بتمنى انه الاهل يكونوا واعيين ان اولادهم ديل في مصيبه. صحيح. كويس، ما بايدهم يعني، فالناس يتقبلوا، يا ريت كل الناس تتقبل. أكيد. الاولاد والبنات ما ينبذوهم، ما يتعاملوا معهم معامله سيئه، بالعكس يحتووهم ويقدروا الوضع اللي هم فيه ان شاء الله للعلاج يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره فاطمه خالد استشاري نفسي، نورتينا. اهلا وسهلا، اهلا بك. تسلمي يا رب، اهلا بكم. بلازح متواصلين اكيد من خلال عدد من الفقرات في حضره المساء.